لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لم تصدق ماذا فعل توفيق شرف الدين وقت جنازة زوجته وسط حزن وآلام في لقطات أظهرتها جنازة زوج توفيق شرف الدين، حيث أن الكاميرات كانت تراقب تصرفات توفيق شرف الدين مع وفاة زوجته، وحيث أن الكاميرا التقطت لقطة محزنة جدا وهو يبكي توفيق شرف الدين على وفاة زوجته، وبعد تصريحات طلب منه إحدى المتواجدين في الجنازة بتصريح عن ردة فعله عن وفاة زوجته، حيث قال انها كنز وفقد من حياتي، وحيث قال انها اهم من العمل ومن اي شيء، وقال ما دائما ما كانت تدعمني في اي شيء حتى لو كان ليس شيء من الجيد، ولكنها ما دائما كانت تدعمني رحمها الله. وطالب من الشعب التونسي طلب وحيد وهو الدعوات لا تنسوها، الدعوات يرحمها الله وينير قبرها يا رب العالمين.